تكلمنا عليه هنا في الحصة الماضية، تكلمنا أنا قلت لك يعني لو ديكليك بسيكولوجيك في عند اللاعبين تاع اتحاد العاصمة والطاقم الفني هو الفوز الكبير على الجيش الملكي المغربي هنا بتنين مقابل صفر، لأن الجيش الملكي المغربي كان هو المرشح فوق العادة في هذيك هو في بيراميدز أيضا حتى بيراميدز نعم، لكن الجيش الملكي كان أكثر، هو اللي كان لو فافوري اون بويسونس في هذيك لا كومبيتيسيون. أنت اليوم عندما تقصي تقصي واحد فافوري اون بويسونس نظن باللي شغل تولي تامن بقدراتك، تقول كيفاش أنا اليوم نقصي واحد فافوري ومن بعد نعطيها لواحد آخر. دونك نظن هذاك الفوز أمام الجيش الملكي المغربي بارك الله فيك أعطى واحد الدفع انكرويابل للاعبين الطاقم الفني للجمهور توسا. نظن هذه من جهة، من جهة أخرى أنا نظن أنا سكيم بلاي في هذه الديكيب تاع دو اسما، وصراحة يعني شفت بعض اللاعبين ما كانوش عندهم أسماء وطردوان. حنا كنا تكلموا هنا في ديبيو دي سيزون أن مام سامير وعلي على ليفيكتيف تاع الشامبيون اللي راه اكتيرمون ما نعرفوهمش. أنا ما نعرفش هذا ميريلي اللي ماركا دوزيام بيوت، ما نعرفش هذا عليلات، ما نعرفش هذا عليلات كان كاف. خلينا ماشي سي با دي جوار كونو كيما واحد الوقت نقولوا كيبا دو لا ترومب دو مزيان لا زواري ولا كاع الناس، لكن هاد اللاعبين ما كانوش معروفين عند الجمهور الكبير. اليوم بن شيخة عطاهم الفرصة، سي فري سي امبورتون، دار فيهم ثقة، لعبوا وبرهنوا على إمكانيات تاعهم. هذا هو المدرب الكبير يا رضوان خويا، عندما تجيب لاعبين ما عندهمش اسم ثقيل في البطولة واليوم يفرضوا انفسهم كيما غوارديولا في سيتي، جاب لاعبين ما كناش ماشي سي با دي ستار، سي دي جوار موين جابهم من البرتغال، لكن رجعهم ستار غراس ا سا ميثود سي لا ميم شوز افيك بن شيخه. وهذا هو اليوم اللي يخلي هالطاقات الشبانيه في اتحاد العاصمه اللي راح تكون ديتيرمينوت ان شاء الله يوم السبت. نزيد لك حاجه على الحارس برنبوت تكلمنا عليه الحمد لله يا ربي ما غلطناش، تكلمت عليه السمانه اللي فاتت قلت لك جيرون اوماج ا سو غارسيا كي طونطرين كي طونطرين سي سا دوزيام فينال دو لاكاف، لعب مع جي اس كا لاكاف اليوم لاكاف، وزيد سوريس سور لو غاتو خريج مدرسه عين مليله وجيت سوريس سور لو غاتو اوجوردي اللي سيليكسيوني اون ايكيب ناسيونال. سؤالي انا تاع ليكيب ناسيونال ا كنت راح نعطيه لعلي بن شيخ، لكن قبل هذا نعطيك توجور الترونزيسيون نروح لسامح بدي بشيء تمتم باش نكمل واش قال رشيد. انا حبيت نحكي برك عفسا كي جاب بن شيخ اليامات الاولى تاع يامات الاولى انا في اتحاد العاصمه، كنت انا وبن شيخ في جهه البيار، هبطنا البيار تلاقينا مع عبد الحق بن شيخه، وكانت الكلمه الاولى قلت له عبد الحق كاينه حاجه عجبتني في الماتش جو مرابيل بلو دي ماتش اللي لعبوه، قلت له كيفاش مديت لا كونفيونس لبوسليو بوسليو قلت له لا تيتولار، قال لي انا جيت شفت لي جوار انا بور موا الميور في لونترينمون تشفع لي، قال لي الميور يلعب هذه هي ديفيز بوسليو اللي كان مهمش في لا بريمير فاز دو شامبيون قال لي انا لقيته شفت الجميع وعطيت له لوكازيون ما خوي. شوف كي شوف ان اونترينور كونتي لو سول كريتير تاعو سي لو تيران، يشوف الجوار اللي يمد 100% في لونترينمون هو اللي يلعب، شوف لو ريزولتا وين يلحق. كنت راح نطرح سؤال على اللاعبين اللي تم استدعائهم للمنتخب الوطني، لكن ديتني سؤال اخر علي بن شيخ. انت امنت بزاف بعبد الحق بن شيخه عندما جئوا لفريق اتحاد العاصمه، وما نبيعش على كل حال سامي لو بيع بليه، كنت كل ما تتلاقاه تامن ويعني تيتي كونفيون ومتاكد من انه سينجح في اتحاد العاصمه، حتى في لي مومون دور اللي جاز بهم في اتحاد العاصمه، كان في وقت من الاوقات الانصار في الدار البيضاء، الاداره كانت محل شتم من طرف الكثير من الانصار، الامور ما كانش تمشي الى انك امنت بهذا المدرب. لماذا؟ هل لانه هو لعب معاك يعني في وقت من الاوقات تعرف لا فيزيون تاعو تاكتيك تاع، ولا لانه تامن بالشخصيه تاعو؟ لانه في الجزائر ظلم كثيرا في وقت من الاوقات، وخرج تقريبا من المنتخب الوطني او خرجوه من الباب الضيق، والكثير لما جاء اتحاد العاصمه قال لك ما ينجحش في اتحاد العاصمه، رغم انه نجح وفاز بالكاس الممتازه مع نهضه بركان في المغرب، فاز بالبطوله مع بعد سنوات وسنوات مع النادي الافريقي في تونس. ما الذي جعلك حتى في ظل الأزمة تاع فريق اتحاد العاصمة، أزمة النتائج وأزمة المشاكل الإدارية، آمنت في هذا المدرب؟ أنا نامن 99% بأن أنسيان جوار كي دوفيا أونترين، جي دي 99% كاين 1% اللي ما ينجحوش قلال، باسكو لو موند سي في كوم سا،
كاع العالم سي دي زونترينور سي دي فوتبالور. دونك لو فوتبالور اللي يحب المهنه تاعو، انا قلت لك كاين شويه اللي قلال اللي ما نجحوا، الباقي ينجحوا وحده لانه عارف وين راح يلحق. هذه وحده. اثنين إلا يو كومام إلا كير اون اكسبيريونس، زاد راح تونس والمغرب منا ومنا راح وخدم قالنا دونك تجربه خدعه، لان شاف مدربين واحد اخرين، شاف الفوتبول واحد اخر، شاف دونك سي اون اكسبيريونس. فهمني لا تروازيام دي شوز، لا تروازيام دي شوز، لورسكو تشوف انت كي جا عبد الحق يخدم جا مع زميتي والحاج وحاج عدلان وبالملاط وبالملاط كي تشوف حاج عدلان لوجيكمون اللي كوا كورديناتور عند واحد اخرين سارتان زونترينور اللي يجيو بالورق ما يخليوش ميم با يدخل بونتوش. صح يقول لك روح تريح في تريح خلاش يدخل بونتوش، هو خلاه يدخل معاه لان يجيب لك ان بلوس نو سيرس، ينجم يشوف حوايج انت ما تشوفهمش، راك امبورتي بار لو ماتش سي فري فهمني. دونك يجيبهم ويسمع ولا ديسكسيون وفاش مليح جيب لي اونسيان جوار وفاش مليح يسمع كي تهضر معاه وكذا ويسمع. دونك ان اونترينور كيما هذا ويحب الميتي تاعو ينجح. وانت قلت له انت ملاحظات وسمع لهم؟ ما مديت لا ملاحظات لا والو ريان ديتو. انت مقبل قلت ظلموه في الجزائر ظلم صح. انا نقول لك نجم نقول لك ما ظلموهش والو يا اخي، راهو فاميلي هذا غير قول فاميلتي هذا سي با كاين بزاف حوايج بيناتنا. نقول لك ما ظلموهش، نظلموا تو لي زونسيان جوار نظلموا، عندهم غير لي ديبلوم غير يطلعوا دوك يوليو ب 35 ديبلوم الواحد. بصح هذوك ظلموا ما خدموش. عبد الحق كومامي لا يو سا شونس، حكم ليكيب ناسيونال ان مومون دوني، حكم دوز ايكيب ناسيونال، حكم الابري يا هكذا. صح تقول لي ما خلاوهش يكمل ما خلاوهش يخدم ترونكين ممكن، بصح ما عطاو له لا شونس. فهمت؟ مي نعرفوا بلي دا مع الشامبيون مع السي ار بي نعم نعرفوا بلي ليكيب ناسيونال في وقت اللي حكمها هو صعيبه لان البوا اللي كان موراه يحكم بوا كبير وينجم مع تو مومون يقول له روح. دونك كان يخدم نقولوا اون ديفيكولتي في ظل صعوبات، ينجم يخدم يكون كان يخدم في ظل صعوبات، ولكن الناس اللي كي جا بدا يخدم او دركاتي كان يشوف بزاف رجعوه بيب غوارديولا ماشي كيما هو. صح ايماجينو العكس، خسر بثلاثه في تنزانيا ولا باربعه، كان كاع الناس تقول لك هذا مدرب يا اخي، هذا هو اللونجاج هنا. صح صح هذا هو تمتم يقول لك هذا مدرب، كانوا ينتقدوا الان اصلا الور كو نو. هذا المدرب جا كي جا ما كانتش لوزما تحب ولا ما كانتش أربع شهور ولا خمس شهور من قبل. صح ليش نهضر على الكلوب ليستوار تاعو، كان تلعب فوتبول شفت يا اخي، شفنا بكل صراحه شفنا كل شيء سي فري. مي ملي جا بدات بشويه 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 كوميم راهي افونسات شويه، هي نورمالمون يلو فو بوكو دو طون مينيموم عام عامين باش يوضع يدير فيغ، مي اون بو دو طون إلا سو دار دي ريغلاج. على دار دي ريغلاج، كاين دي جوار اللي كنت كلمتو عليه صح بنزازا ما كانش يلعب اللي ما كانوش يلعبوا هو روبيرام شافهم يلعبوا هنا تي تو بوز لا كيسيون، كيف هادو علاه ما كانوش يلعبوا؟ اسكو ماشي ملاح؟ الور كو اللعبه ورا لهم بلي ورا بلي هادو ملاح، الوقت ورا بلي هادو ملاح. دونك بن شيخه يشوف مليح، يشوف مليح تاع لعب فوتبول يشوف مليح، دونك روبيرا هاد الزوج سو لو بلون بسيكولوجيك دار ان ترافاي اكسترورديناير، كي ولاو لي جوار يجيو افيك بليزير وفرحانين كي ماركيو يروحوا لعندو. قال بلي عندي فيستيار تاعي نظيف، سي امبورتون نظيف سا فو دير فيها كلام يعني ما فيهاش شحنه، ما فيهش يعني لي كوبا ما فيهش الخلاط، ما فيهش شحنه سي امبورتون. وهذه سي الدور تاع المدرب، الكثير يقول لك المدرب كي يشوفوا اللاعبين بانه ما يظلمش في عملية انتقاء اللاعبين الأساسيين، هنا يولي لو كليما سا يعني تولي الأمور نظيفة. بصح لو كان يشوفوا لونترينور واحد ما يجيش لونترينمون، يعني با سيريو، ما يونترينيش سيريو، ما يلعبش مليح ويزيد يلعب تيتولار، هنا لي جوار يقول لك يا دو بوا دو ميزور. هذه ربما اللي انستوراها هذيك تصرى سارتان زونترينور، سارتان زونترينور تصرى ما ينجمش يتكلم مع تال جوار وتال جوار، تعرفوا على ماش باسكو البريزيدون حطوا لا تعرفوا على ماش
الناس ضاعك كلش دراهم تعرفوا على ماش فهمني دونك سي بور سا بن شيخه نو ما يدي مع حتى جوار وما يدي مع حتى واحد يدي صالير تاعو اللي يعرق عليه حلال وتحبس تم دونك الجوار ويزيدوا يشوفوه بلوز او موان كوريكت معاهم والو لاعبين يدخلوا في الصف كاين كاين الصرامه ثاني هذا الصرامه الصرامه وما خدمش كي تشوف الحادثه تاع جحنيت تشوف باللي لهنا تشوف هنا باللي يبادين با افيك لا ديسيبلين يبادين با ا بارتير دو مومون جحنيت ا كومونسي ا كونتيستي لو فات ما يلعبش نحا كومبليتوم ها بوندون 3 4 ماتش ما لعبش الى شفنا جحنيت دخل عاود دخل في الخط ودخل في الجروب ونزيدوا حاجه ما درش مشاكل تاع ليفيست جحنيت كان مع المنتخب تاع مجيد بوغرا وبن شيخه انا الصعوبه اللي لي بريمي ماتش لعبوا لا وين نتحيلوا يعني شابو با انه ما خدمش مع هذا الفريق بكامل التعداد بقى لي مده شهر ولا شهرين هو يعمل مع لي رومبلاسون اللي ما كانوا طلع مام وقيله 6 ولا 5 من جونيور باسكو لي جوا 9 ولا 7 كانوا عند المنتخب تاع بوغرا وبالتالي ما قدرش يعمل مع لي جوا اللي راح يعزم عليهم في تيره وهكذاك ومن بعد كي عاودوا ولاو فيت في لي زار ريكوبيري زيتي فاتيغي سيتي با فاسيل سي بالو دوك صالمو هذوك لي رومبلاسون دوك هما ولاو تيتولار واللي كانوا في ليكيب صح انا جي توجور كري برك عاودوا لي برك يونان ليك دوت على عبد الحق بن شيخه وراه واش فاد على واش حد فينا باش خا دوبي اون بليس كيما كان يهضر عليه على متتبع وفي اللي حصلت بالمكشوفه كيما قال اليوم اون بليس دو كيما قال عليه على الدراهم يديهم يتوشا سي تي ان باسيوني دو فوتبول C'est un très passionné يقدر يقعد معك سبع سوايع ويهضر فوتبول مهم جدا كون تو ان باسيوني دو فوتبول سي تادي تو ام طون ميتي انا نذكر باللي بن شيخه في 2000 عندما في سنه 2000 فاز مع شباب الوجداد بالبطوله مع المرحوم عبد الوهاب رحمه الله 2002 هذاك الوقت لا جينيراسيون دوري تاع السي ار بي مزور علي موسى بختي تو سا تما كان فارض عليهم نظام ما كاش هذاك النظام اللي خلى شباب الوجداد يفوزوا في هذيك البطولات ونذكر بليح يا رضوان خويا من الاولين اللي امنت بامكانيات بن شيخه وصاروا لي مشاكل كبار مع شباب الوجداد بسبب انني في هذيك الفتره ساندت بن شيخه على مدربين واحد اخر وكانوا المسيرين في هذاك الوقت جاو لي قالوا لي كيفاش تسوتي هذا وحنا هنا ومازال عبد الحق بن شيخه مازال حي يشهد جي سوتني بن شيخه كونتر فون اي ماري على ليبوك سيتي ان جون ادرينا الى 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 ان تي بو شونجي كي تشوف كيفاش كان في 2000 ديفوني بليساج انا شفتوني بليساج كان نيرفو شويه كان مقلق انا حاجه اللي تحيرني فيه كي تشوف لي بوت هكذا ليكيب تاعو تماركي مي اي سوبورت با بزاف شي لو بون دو توش شغل يفرح برك بكري بكري كان كان بكري كان تبدل لا لاج يعطيك الصحه لعلي وسمير فيما يخص الاستدعاءات على اللاعبين تاع الاتحاد العاصمه للمنتخب الوطني رباعي تم استدعائه للمنتخب الوطني هل هذا عنده تاثير نشوفه في اللاعبين كيفاش اللي استدعاهم الرباعي بن شيخه دوموندهم باش يديروا بيزوتاج واي دونور وضربوهم لي جوار بالقصره نشوفوا حتى في اخويا يضرب مام حاجه عدل المام هو حتى هو راه مع المجموعه محيوس بن بوط بالعيد ولوصيف الرباعي اللي تم استدعائه هل هذا سمير مؤثر على المجموعة وعلى المنتخب أو على نادي اتحاد العاصمة يوم السبت لما يكونوا عندك لجوار يدخلوا المباراة هذه نهائي كأس الكاف وهما لاعبين دوليين مش كيما تكون ماشي لاعب دولي يعني المرة اللي فات كان بالعيد فقط ديجا سيتون ديجا ستان اونور سيتون غراند جوا كي تسمع باللي راك في الناخب الوطني يسحقك بور ليكيب ناسيونال C'est une récompense, donc c'est une motivation, un strange contrat. Les joueurs, non seulement ils sont doublement motivés, ou Belek, ils vont faire tout, ils vont prouver, ils méritent ouais, de la convocation. Je la vois, c'est une très bonne nouvelle pour l'USMA. مؤثرة هذه على بن شيخ لما اللاعبين يتأثروا لما يكونوا كونفوكي ليكيب ناسيونال إيجابية نقول تأثير إيجابي على المباراة ولا لا هما الآن أنفلابيل تاعهم عندهم الكأس لازم يجيب